انتي وردة سندريلا، وردة بيضاء، قلبك أحلى بل وأغلى من كل الأشياء. تصفحين عمن زل، تعذرين من أساء. هذه أنت سندريلا، وردة بيضاء. كلما قست الأيام زدت إيمانا ونقى، قلبك أحلى بل وأغلى من كل الأشياء. عندما تعطي الأيام تعطينا وبسخاء، تنسينا كل الآلام، تملأنا بالأحلام، تمسح عنا الأوهام. أنت وردة سندريلا، وردة بيضاء، قلبك أحلى بل وأغلى من كل الأشياء. أشمل هذه القبعات، ماذا سأختار لكاترين وجانيت؟ هل سمعتِ يا عزيزتي آخر الأخبار؟ يقولون إن النبيل شارل لن يتزوج أبداً. أما أنا فقد سمعت أنه ذهب إلى مهرجان السهول للبحث عن خطيبة له، لكن لم تلفت انتباهه أي واحدة من الحاضرات هناك. ما رأيكما في هذه القبعة؟ أهي مناسبة لحضور حفلة في قلعة الحاكم؟ ماذا؟ كنت قد قررت ألا أقول شيئاً، لكنني أعتمد عليكما في كتمان السر. ابنتاي قبلتا في الترشيح للزواج من النبيل. الزواج من النبيل؟ جميع الفتيات يدعين أنهن سيفزن بالزواج من النبيل، لكن فرصة ابنتي أقوى، ولا سيما بعد معرفتنا الوطيدة بالدوق زارال، فهو المستشار الخاص والمقرب جدا من سيادة الحاكم. تعرفين الدوق زارال؟ والآن أرجو المعذرة، فعلي الانتهاء من شراء بقية الأشياء المهمة. أظن أنك لم تضع سرك في مكان أمين، فهاتان السيدتان ستنشران الخبر في المدينة كلها. في الخارج. سندريلا، ماذا تفعلين هنا؟ هيا اذهبي وافتحي الباب بسرعة. ألم تسمعي ما قلته؟ أنا قادمة. الأزياء هذه قبعة. هل السيدة تذهب؟ أنا مصمم قبعات. خالتي، هناك الكثير من مصممي الأزياء وصانعي القبعات يودون رؤيتك. لابد أنهم سمعوا بالإشاعات التي تتحدث عن اقتران بالنبيل شارل. إنهم يشوهون الحقيقة دائماً. كل ما ذكرته هو أنكما سوف تلتقيان بالنبيل ذات يوم. بإمكاني الآن أن أنشر تكذيباً في المدينة حول هذه الإشاعة إذا شئتما. لا، لا داعي. نستطيع أن نعد هذا اليوم تدريباً سابقاً على اليوم الذي سيأتي فيه النبيل ويخطبني. ما رأيك؟ هذه فكرة رائعة يا جانيت. من أين أتيت بها؟
عندما يتقدم النبيل لخطبة إحداكما سيتسابق الناس لخدمتكما. ومن الآن علينا أن نعتاد على ذلك حتى نكون مستعدات للأحداث المقبلة. حسناً، أدخل الرجال يا سندريلا، فنحن جاهزات. حسناً حسناً. ما هذه الأخبار التي أسمعها؟ الجميع يتحدثون عن هذا ويقولون إنك تساعد ابنتي دلبان في الزواج من النبيل. لا يمكن أن أفعل هذا وإلا خسرت كل ما أخطط له. أعلم هذا أيها الدوق، لكن السيدة دلبان ذكرت علاقتك الممتازة بأسرتها وأكدت أن ابنتيها ستزوران القلعة قريبا. لقد تجاوزت حدها. لدي خطة ستلقنها درسا لن تنساه في حياتها إذا سمحت لي يا سيدي. تكلم فأنا أسمعك. حسنا. اكتب لي قائمة بكل الأشياء التي علينا تحضيرها من أجل الزفاف. آسفة لتدخلي يا خالتي، لكن ألا تعتقدين أنك تتسرعين؟ أردت القول إن الخطوبة لم تتم بعد، وهذا كله مجرد إشاعة. الآن هي إشاعة، لكن إذا سارت الأمور بحسب الخطة فإن الإشاعة ستصبح حقيقة. هل تشكين في هذا؟ أو أنك تغارين منهما مثل كل فتيات المدينة؟ ما هذا الذي تقولينه؟ حسناً، نفذي الآن ما أقوله لك، فأنا لا أريد أي استفسارات أخرى. منذ هذه اللحظة سنكون محط أنظار الجميع. لا أريد أي أسئلة حول هذا الموضوع. ادخلي. كاترين، هل ما زلت مستيقظة؟ ماذا هناك؟ انتهيت من تجريب الملابس التي اشترتها والدتنا واقتنعت بأنني أنا التي سأتزوج النبيل. أعجبتني هذه الفكرة كثيراً ولم أستطع النوم. عليك ألا تبتهجي كثيراً وتضيع الوقت بهذه الفكرة التي لا جدوى منها، بل يجب أن تعدي نفسك لتكوني أخت زوجة النبيل. بل أنا التي سأتزوج من النبيل يا كاترين. هيا اذهبي إلى غرفتك يا صغيرتي، فأنا أريد النوم. جئتك كي تحكي لي حكاية ولم آتي من أجل الشجار؟ اشتقت إلى قصص الرعب التي كنت تؤلفينها وتقصينها علي قبل النوم يا أختي. حسناً، قصة واحدة. هيا فكلي آذان صاغية. سأحكي لك حكاية تدور في غابة الرعب. حدثت هذه القصة منذ 200 سنة. تبدأ الحوادث في غابة كبيرة جداً، في داخلها قلعة مهجورة مغطاة بالطحالب. وفي إحدى الليالي حيث كان ضوء القمر شاحباً لا يكاد يضيء الأشجار المتشابكة، سمعت أصوات في القلعة. كانت لحظات فظيعة. وماذا بعد؟ شيء ما كسر يا كاترين. هي ميشا؟ لا أعتقد فميشا لا يمكنها أن تحدث كل هذه الضجة. هل يمكن أن تكون ساندريلا؟ يا أمي أنا خائفة. أفكر فيما علي فعله، فأنا لا أعلم ما سيحتاجنا إليه لزفاف كهذا. ما هذه الضجة؟ ساندريلا انتظري. ماذا حدث؟ كيف تجرؤين أيتها السيدة على إخبار الناس أن ابنتيك مرشحتان للزواج من النبيل؟ هذه الأمور تخصنا ولا نسمح لأحد بأن يتدخل بها. ثم كيف تقتحمون منزلي بهذه الطريقة؟ هيا اخرجوا من منزلي حالا. أحمل إنذارا سأبلغه لك أيتها السيدة. غادرنا المدينة خلال أسبوع، وإلا فسنتصرف تصرفا لا يعجبكن. هل فهمت؟ هيا يا رجال، هذا يكفي، لنذهب. يا إلهي كيف يجرؤون؟ لا داعي لذلك، فقد ذهبوا. كيف فعلوا هذا في منزل الفتاة التي ستصبح زوجة النبيل؟ أمي، هل سنغادر المدينة؟ لا أريد. أكيد لا. الحمد لله لم يصب أحد بأذى. ساندريلا، لقد حدث هذا بسببك. كان عليك أن تكوني حذرة وتمنعيهم من الدخول. أنا لا أرضى بأسلوب التخويف والطرد، لكن علينا أن نتخذ الاحتياطات المناسبة. بيير سيقف حارساً على الباب، أما أنتما فتحققا أن كل شيء مقفل تماماً. أما أنت يا ساندريلا، بدءاً من هذه الليلة ستقضين الليلة بكامله تحرسين مع بيير.
ولا أنا؟ نعم، فهذا هو الحل الوحيد الذي أمامي. لا يمكن أن أخاطر بحياة ابنتي المرشحتين للزواج من النبيل. لا أحد يستطيع أن يمنع تحقيق أحلامكما يا عزيزتي. هذا رائع، تمنيت لو كنت هناك يا بلير. أنا واثق بأنهن يحزمن حقائبهن لمغادرة المدينة. لا أعتقد هذا، فقد سمعت أن السيدة دالبان وضعت حراسة مشددة على الباب. ها؟ نشرت إشاعة تقول إن لصوصا سطوا على منزلها ثم هربوا. إنها ذكية. كنا لطفاء. مع السلامة يا آنسة. مرحبا يا ساندريلا. ها؟ أهلا شارل. ماذا تبتعين؟ أشياء مهمة سأحدثك عنها. تعال سأخبرك بما حدث. هكذا إذا اشتريت أقفالا؟ نعم، خالتي تريد أن تضع أقفالا على كل أبواب المنزل. وهل أولئك اللصوص مخيفون؟ بالتأكيد. اسمع، أريد أن تعلمني كيف يستخدم السيف. أنت تتعلمين المبارزة؟ نعم، والآن. يا لهذه الشجاعة. هيا حاولي أن تلمسيني بعصاك. انتبه، أنا قادمة. هل استسلمت بهذه السرعة؟ لا. أصعب مما توقعت. لا تصلحين لهذا. سأتعلم كيفية استخدام السيف لأدافع عن منزلي. أنت شجاعة جدا، ولكن كيف ستقاتلينهم وحدك؟ لست وحدي يا شارل، فهناك بيير وبيلوس وبابي وبانكو وشوشو. إذا لماذا لم تطردوا أولئك الأشرار في المرة الأولى؟ هل خفتم؟ لا أسمح لك أن تتكلم معي بهذه الطريقة. ها؟ يسار، يمين، يسار. كنت حمقاء عندما طلبت منك أن تعلمني. لحظة، انتظري يا ساندريلا. لا تنزعجي، ستتعلمين بسرعة. ماذا قلت لك؟ قلت ألا أعود إلى منزلك ثانية. فكري في وضعنا يا أمي، دعيه يقوم بالحراسة فهذا لن يضر أبدا. الحق معها يا أمي، إنه ليس ذكيا لكنه على الأقل شاب قوي. حسنا، حان دوري. ساندريلا، تبدين كجندي حقيقي. الفضل يعود لدرسك. لقد تعلمت بسرعة، لكنني أعتقد أنه من الأفضل لك البقاء في الداخل. لكنك تحرس هنا منذ عدة ساعات. أنا لست متعبا. ما رأيك إذن في فنجان من الشاي الساخن؟ أفضل بكثير. إذن فقد وقفت حارسا طوال الليل، وأنا أيضا لم أستطع النوم لأني كنت قلقاً عليك، وكدت أرسل فرقة للبحث عنك. ولم القلق؟ أنت تعلم، ألفت قصة للتغطية عليك، وكنت خائفاً من كشفها. أنا آسف جداً. وهل تمكنت من القبض على أولئك الأشرار؟ لا، لم يظهروا ليلة البارحة، لكن سيأتون اليوم. هل تريد أن تذهب هذه الليلة أيضاً؟ لدى والديك استقبال مهم اليوم، ويتوقعان أن تكون بينهما. عنيد. من أين أحضرتها؟ ما رأيه؟ هل مظهره مخيف؟ إنه لأجدادي. سأتولى الحراسة الآن. كنت أعتقد أن شارل سيأتي الليلة. وأنا أيضا أظن أن هنالك أمرا مفاجئا قد حدث ومنعه من المجيء، فهو لا يتأخر في تقديم المساعدة. ماذا تفعلين يا جانيت؟ أراقب ساندريلا. ترى أليست خائفة؟ لا أعتقد،
على كل حال يجب أن تنفذ العمل الذي كلفتها أمي به. هيا علينا أن ننام الآن حتى نحافظ على جمال بشرتنا. لك كوبا من الشوكولا الساخنة. شكرا. عفوا. شيء ممل حقا. خبز؟ أحدهم أرسله لنا هدية. لماذا تلحق بي من مكان إلى آخر يا أليكس؟ أنا لن أهرب. أنا أعرفك جيدا يا شار، ما إن أدير ظهري لك حتى تختفي بسرعة. إذا أنت لا تثق بي. ها هم. لقد أتوا. لقد عاد اللصوص يا كاترين. يا إلهي اكسروا الأبواب. سأقضي عليكما. فقد وعي. الحمد لله لقد تغلبت عليه. لقد نجحت. إنجاز رائع لرجل عجوز مثله. سعيدي أيتها الحيوانات الخيرة. آسف جدا يا شار، لم أكن منتبها. أعتقد أنه من غير اللائق أن تكون معي عند دخول الحمام، أليس كذلك؟ هذا صحيح. سأنتظر هنا. شار، ماذا حدث؟ أين أنت؟ خدعني. لنبدأ الآن. أنت تسعى وراء المال. حسناً، كم تريد؟ المال لا علاقة له بالأمر. ما نريده هو أن تغادر المدينة أنت وابنتاك. لا نستطيع مغادرة المدينة، فإحدى ابنتي ستصبح قريباً زوجة النبيل. هذا صحيح؟ لا، ليس صحيحاً، وأنصحك ألا ترددي هذا الكلام بعد اليوم. النبيل لن يتزوج أي واحدة من ابنتيك. من فعل هذا؟ ماذا تريدون؟ إنه شار. أمسكوا به. انتبه يا شار. سأحاول نزع لثامه. ترى من يكون؟ أعرف هذا الوجه. أسرعوا يا رجال، هيا خذوا من هنا. تذكرت إنه يعمل لصالح زاران.
الحمد لله، لقد أطفأنا هذا الحريق أخيرا. شكرا لك. ساندريلا، هل أنت بخير؟ لقد تصرفت بشجاعة. وأنت أيضا كنت شجاعة. أنت مخلص. شكرا لك. عفوا. هذا رائع، يساعدون ميشا. شكرا لكم جميعا. هل سنصبح أصدقاء؟ ولن تؤذي ساندريلا؟ نعم. لا أحد يقول لي ما الذي علي فعله. أنا لن أغادر هذا المنزل. من الممكن أن أغادره فقط عندما تصبح كاترين أو جانيت زوجة للنبيل. يبدو أن دالبان ما زالت مصرة على حلمها. ترى هل تستطيع تحقيقه؟